كما تواصل قواتنا الباسلة تقدمها في حي جبيلة بدير الزور، حيث بسطت سيطرتها على الكثير من الكتل السكنية والشوارع بعد أن عاثت فيها المجموعات الإرهابية خرابا ودمارا. منطقة الجبيلة التي عانت من إرهاب المجموعات المسلحة، كما هو واضح حجم الدمار والخراب وممتلكات المواطنين، منازل المدنيين الآمنين تعرضت للحرق والتخريب والتدمير والتفجير من قبل الإرهابيين، أيضا السيارات التي سرقها المسلحون وهي من ممتلكات المدنيين الخاصة، أيضا كما هو واضح بالصورة فرن حوغان وحجم الدمار الذي تعرض له في منطقة الجبيلة. هذا هو الخط الأمامي الفاصل ما بين قواتنا الباسلة والمجموعات الإرهابية المسلحة. كما تشاهدون هذا هو الشارع العام في منطقة الجبيلة، السوق الرئيسي، وهذه المحلات التجارية التي دمرها المسلحون، وكيفية حجم الدمار والخراب لإعاقة تقدم قواتنا الباسلة باتجاه تحرير وتطهير الكتل والأبنية المواجهة في الأمام. طبعا بعد أن قامت قواتنا الباسلة بعملية اقتحام هذه الكتلة البنائية، تستعد الآن لاقتحام الكتلة البنائية الثانية وتطهيرها من رجال الإرهابيين الذين يحاولون الهروب والتسلل إلى الأحياء الخلفية بالقرب من جامع الفردوس في الجهة المقابلة. بإذن الله نحن حاليا قريبين من جامع الفردوس بشكل كبير، وطوقنا الإرهابيين بالأمطار الأخيرة اللي عم يتخبوا فيها، ورح نطلعهم مثل الفيران بإذن الله. معظم الأبنية الإرهابيين عم يلغموها، وأي تقدم غير محسوب عم يفجر الأبنية، ما عم يهمهم لا إذا عناصر عم تروح، لا إذا سوريين لا غير سوريين. لطالما حل الإرهاب هاجسا ثقيلا على أبناء دير الزور ومنطقة الجبيلة، لكن بفضل بواسل قواتنا المسلحة ستعود سوريا آمنة مطمئنة أرضا للسلام والمحبة. محمد العرسان لأخبار التلفزيون، منطقة الجبيلة في دير الزور.